بنات انتم كتشوفوا دابا درت فوق الاناناس من الفوق، تنعود الزبيب من هنايا داكشي اللي بقى ليا كويا، غنكمل وخليكم معايا. هو الوجه ديالها البنات دابا من بعد ما قلبتها، خليكم معايا باش تعرفوا على المقادير. البنات السلام عليكم، البنات اش اخباركم؟ البنات كما كتشوفوا قدامي عندي الطاوه درتها انا بالميكا، كلبستها بلا ما درت لها لا زيت لا دقيق. بغينا نعوضوا واحد الطورطه نقولوا لا حلوه ولا تشبش، ما بغيتوا ديروها باي قالبه عندكم في الدار ديروها. البنات عندي انا هنايا كما تتشوفوا عندي الكيوي والاناناس، باش غادي نديرها البنات الاناناس واحده، ما غادي تحتاجوا لا دقيق لا بيض لا والو. البنات هاد المكونات هادو غندير لهم البنات عشقه ديال السعيده، عشقه البنات ديال السعيده كتشوفوا فيها غير من تحت ليكونوا لي راك عارفين الديسير ديال دابا ما تيكونش حلو. البنات هو هذا، انا عندي الاناناس مقطع والكيوي البنات وشويه ديال الليمون اللي عندكم في الدار ديروه، دائما كنقول لكم اللي في البيوت ديالكم. البنات انا عندي هاد اللوز وشويه ديال الكركاع والزبيب، غندير شويه وكتبقى اختياريه، راه كاين اللي تيدرا غير باللوز وكاوكاو، كل واحد كتبقى على حسب العائله اش اللي متوفر عندهم في البيوت. صافي البنات وندوز نحضر ليها الكريم باتيسير اللي غادي نعاونو ليها بدون بيض. البنات انا كما كتشوفوا عندي 290 غرام ديال العصير ديال الاناناس. اناناس البنات راه هو هذا كما قلت لكم، وعندي البنات 80 غرام ديال السنيده. انا لحقاش اناناس ما جانيش ماشي حلو بزاف البنات، داكشي علاش انا البنات سمحوا لي نجيب المقص، داكشي علاش انا البنات وعندي البنات مايزينا هي هذه، غندير منها 3 ديال العواشق البنات ديال مايزينا، انا كنعبرهم قدامكم باش دون بيض 3 بدون بيض بدون زعما ما ديري فيها لا بيض لا والو، غتحتاجي غير مايزينا والعصير طبيعي البنات، وكنخلطوا باش ما يديروش لينا داك الكويرات، وكنديروه يطيب نديروه طيب. غادي يدير معانا جوج ديال الدقائق كاع جوج ونص كل مره، واش ونبقى نطيب فيه ونخلط نطيب حتى يطيب عقاد ليا ان شاء الله، ما نخليش يعقاد مزيان لان باش نخوي فوق الكيك ديالو نديرو في الثلاجه واحد 4 سوايع. خليكم معايا ما تمشيو فين البنات، هو دابا عقاد كما كتشوفوا هاد الشده غير بيض. دابا انا غادي نطفي عليه البركه ونرميه فوق التورته ديالي البنات، خليكم معايا البنات كما شفتوا ملي عقاد ليا كويا. ها دابا نخويه نيشان على الحلوه ديالي. نتوما البنات بغيت ديروا كاي قالب فهمتوني، انا درتو في هذه ودرتو بهذيك البلاستيك باش من الاخر ملي نسالي البنات يجيني حتى ساهل في الهسان ويدور حتى في كويسات، هو بهذا المنظر هذا كيعطي وتيجي عائلي. تتجي طورطة زوينة البنات ما نعاودش لكم عليها، زوينة زوينة بزاف. ريحة الأناناس ما نعاودش لكم البنات،
غنديرها في الثلاجة على الأقل، على الأقل إلا لقيتو من الأحسن هي راه تكون تتجمد دغيا، ولاني تنخليها أنا ديما ديك 3 ديال السوايع، 2 ديال السوايع، واني راه بارد الحال دغيا زعما كتدير. راك شتوها دابا جا واخدة. والبنات بقى عندي الأناناس هنايا، وانا غادي نقدب ديكور بالزبيب. كل حاجه غنحط قدامها، خليكم معايا ما تمشيو فين. البنات انتم كتشوفوا دابا درت فوقها الاناناس من الفوق، تنعاود الزبيب من هنايا داكشي اللي بقى ليا كوير، غنكمل وخليكم معايا. البنات كما كتشوفوا كنقاد ليها بهاد اللوز هذا، انا درت ليها الديكور كو، نتوما داكشي باش بغيتي ديرو، وندخلوها الثلاجة ان شاء الله. خليكم معايا البنات، كنتمنى من الله يعجبكم. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، الطورطة نقولو سهلة ماهلة. البنات غادي نطفي عليها لان انا ما غادي نحتاجها ان شاء الله حتى العشية. كويس البنات، ونتلاقاو ان شاء الله ونقدموها مع بعضياتنا وجربوا الاناناس الصحي، اي حاجه بغيت ديروا فيها الليمون، اي حاجه عندكم البنات في المنزل، وسريعه سريعه سريعه التحضير، خليكم معايا حتى الاخر. البنات ها هي الطرطه ديالنا ديال المحليات ديال السكر، يلا غادي نشوف لا تكون لاصقه بيا، نتاكد مزيان. علاش كنديرو هاد البلاستيك هذا؟ كيعاوننا البنات وكنعرفو واش لاصق ولا لا، من هذا كنعرف واش اللي كاين. البنات سهله مهله، واخا فاش غادي نقلبها البنات غير خسر ليا الديكور شويه، واني ما عنديش هذه هي التورته ديالنا. انا غنقلبها انا على الجهه الاخرى، غير هذا البنات راه هو التحت ديالها. البنات هذه هي التورته ديالنا ديال الاناناس محليات نقولو، كتجي رائعه. وانا غادي نقلبها وتشوفوا الوجه ديالها، انا غندير هذا هو من التحت. البنات انا دابا قلبتها، هاديك الديسير كيبقى من التحت، وانا غنقطع الطرف معاكم. غادي تشوفوا كي جات سهله مهله، راكم شفتوا في المشتعين تصايبوها بالاناناس. ما تبخلوش علينا بلايك واشتراك باش توصلوا باي جديده البنات. البنات هذه هي التورته ديالنا ديال الاناناس محليات، غير ما متحتاجي لا بسكوي لا والو، لا دقيق لا فرن، غير بالخضر غير بالديسير. البنات محليات واعرين، كتجي شكل رائع.